هذا وعبر المواطنون عن سعادتهم لاستلام شهادات التخصيص بمدن شرق الحد وشرق سترة، بالإضافة إلى تسليم المفاتيح في ضاحية اللوزي ضمن وتيرة عمل متسارعة ومستمرة، متبعين بذلك كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في عمليات التوزيع. الحمد لله، أول شيء نشكر جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ولي العهد وكل من ساعدنا عشان نحصل على الشقة، والحمد لله يا رب العالمين. أول ما تلقيت الاتصال طبعاً صادتني شعور بالفرحة، استانسنا وايد، كنا ننتظر هالأخبار الحلوة، والأحلى من ذلك أن جانا الاتصال في مناسبة العيد الوطني، فيعني أنت أوريدي فرحان حق الوطن وفرحان كنا الوطن مكافئك حكم انتمائك وحبك له. والله مستانسين وايد عقب الصبر، وما قصروا وزير الإسكان والإسكان على أن منحونا شقة سكنية الحمد لله في الحد، ومستانسين يعني الحمد لله وما قصروا ويعطيهم العافية، والله يحافظ الملك إن شاء الله. الحمد لله صمت الفرحة في البيت، يعني الأولاد والأهل يعني، والحمد لله الأمور كلش يعني صارت ممتازة، والحمد لله رب العالمين.